طب مساءكم بالخير والمحبة سيداتي وسادتي، هذا موعد جديد من ملف اليوم نتابع فيه أبرز مخرجات المؤتمر الوطني والشعبي والدولي للمقاومة الشعبية. سبل تطوير المقاومة الشعبية كأداة نضالية لمقاومة الاحتلال. ولاحقاً نتابع وإياكم في ملف اليوم اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. في البداية رحبوا معنا بضيفنا منسق القوى وأيضا عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير السيد أو الدكتور واسلم يوسف. مساء الخير، أهلا بك معنا في ملف اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا. قبل أن نطرح سؤالنا الأول، اسمح لنا كبداية وكمدخل أن نذهب إلى تقرير الزميل أسيد صبيح وبعده نفتح الحوار، فإلى تقرير الزميل أسيد صبيح. ضمن جهود القيادة الفلسطينية من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتحقيق الانفكاك الاقتصادي التدريجي، اختتمت فعاليات المؤتمر الشعبي والوطني والدولي للمقاومة الشعبية بتنظيم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية. وشارك في المؤتمر الذي عقد في مركز الشهيد صلاح خلف في مخيم الفارعة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامون للفصائل ولجان التضامن الدولي. هذا ويهدف المؤتمر لوضع سياسات ورؤى وبرامج للاستمرار والنهوض بالمقاومة الشعبية، ويأتي المؤتمر بناء على قرارات المجالس الوطنية والمركزية، كما يأتي تلبية لجهد يبذل في سبيل تصعيد المقاومة الشعبية والنهوض بها لمواجهة التصعيد الدائم للاحتلال والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني. المؤتمر الشعبي والدولي للمقاومة الشعبية جاء نحو استنهاض الطاقات الشعبية وتفعيل آليات التنسيق الشعبي والوطني مع كافة الجهات وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن المقاومة يجب أن تكون ثقافة سائدة ونهج حياة يشارك بها الجميع. ويتزامن ما سبق مع المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في التصدي لما تسمى بصفقة القرن. لبرنامج ملف اليوم، وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. شكرا للزميل سيد صبيح على هذا التقرير، ونباشر أو نبدأ الحوار مع ضيفنا دكتور واصل أبو يوسف. على مدار يومين، واليوم الثالث كان عبارة عن فعالية من فعاليات المقاومة الشعبية، ما هي أبرز مخرجات المؤتمر الوطني والشعبي والدولي للمقاومة الشعبية؟ بالطبع كانت هناك تحضيرات جارية من أجل إنجاح هذا المؤتمر، أولا على صعيد الحضور الفصائلي وأيضا الحضور لكل اللجان العاملة في المقاومة الشعبية وهيئة الجدار وكل المكونات. والهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو كيفية تنفيذ استراتيجية جامعة لتطوير وتفعيل المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام الحواجز العسكرية، أمام الاستطلاع الاستعماري، أمام مصادرة الأراضي، أمام كل ما له علاقة بمحاولة تكريس هذا الاحتلال. وبالتالي يعني هذه الاستراتيجية كانت مثار نقاش جدي وحقيقي ما بين الكلمات في اليوم الأول والطاولة المستديرة لكل فصائل العمل الوطني، واليوم الثاني الذي كانت هناك مخرجات تؤكد على أهمية أولا التمسك بأن كل أشكال المقاومة هي مشروعة حسب القانون الدولي ما دام الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، والشكل الآن متفق عليه هو المقاومة الشعبية والتي لابد أن يتم تطويرها في سياق مواجهة هذا الاحتلال. بالطبع المقاومة الشعبية ليست فقط أن تذهب إلى الحاجز العسكري وتحمل العلم الفلسطيني أو أن تقوم بهذه الفعالية أو تلك، هي محاور متنوعة، يعني سواء فيما يتعلق بالمواجهة التي تجري والذي يشاهدها العالم أجمع أمام اليوم على سبيل المثال في اليوم الثالث لهذا المؤتمر في الأغوار الشمالية في الحمة، يعني شاهدنا كيف كان هناك الجيش والمستوطنين الاستعماريين يحاولوا عرقلة كل هؤلاء المستضامين الأجانب وأبناء شعبنا الفلسطيني. جرى الاعتداء على الصحفيين أيضا حتى الآن بينهم يعني زميل مراسل تلفزيون فلسطين. صحيح. حتى الآن هناك اعتقالات للعديد من المشاركين في هذه الفعالية، وبالتالي
يعني أنا بعتقد أنه هذا الجزء الأول من كيفية تطوير هذه المقاومة وتوفير أوسع مشاركة لأبناء شعبنا الفلسطيني، فصائل ومؤسسات وأبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المواجهة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بالتأكيد لا تقتصر المقاومة الشعبية على فقط هذه الفعاليات، ولكن تقتصر أيضا لا تعم أيضا ما له علاقة بكيفية مقاطعة الاحتلال، على سبيل المثال منع بضائعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشكيل ثقافة عامة لدى المواطن الفلسطيني بعدم استخدام بضائع الاحتلال في بيته وفي أيضا منزله وفي يعني في إطار الشكل اليومي للتعامل مع هذه المواد التي تتسرب إلى بشكل أو بآخر إلى أراضينا الفلسطينية المحتلة. والأمر الثالث أيضا كيفية تشكيل رأي عام فيما يتعلق بمشاركة العديد من أحرار العالم الذين يشاركوا في هذه المقاومة الذين يقفوا إلى نضال شعبنا الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بدعم حركة المقاطعة الدولية من خلال حصار هذا الاحتلال فرض المقاطعة الشاملة عليه ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS، أو على صعيد المقاطعة المحلية، وأيضا التأكيد على أهمية قرارات المجلس الوطني والمركزي لمنظمات التحرير الفلسطينية في التخلص من الاتفاقات مع الاحتلال المشحفة بحق الشعب الفلسطيني. وربما شاهدنا جميعا خلال الأيام الماضية كيف أن الاحتلال يحاول التهديد من خلال الموقف الذي اتخذته الحكومة برفض توريد العجول والمواشي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاحتلال، وكيف الاحتلال يهدد في ذلك، إضافة إلى جملة من القرارات التي تم اتخاذها على صعيد العلاج الذي تحويلة الطبية إلى داخل مشافي الاحتلال، والذي شاهدنا جميعا كيف هناك ردود فعل تطالب حتى بعودة هؤلاء لأنه أصبح فيه حصار. لذلك أنا أعتقد أنه هذا جدوى هام جدا في سياق مقاطعة الاحتلال وفرض الطوق عليه. لذلك المقاومة الشعبية تتوزع إلى مجموعة كبيرة من الآليات التي علاقة في ذلك، وأيضا لابد من توحيد كل الإطارات العاملة في إطار المقاومة الشعبية من أجل أن يتم فعلا تفعيلها وتطويرها لتعطي ثمارا في مواجهة كل ذلك. عندما نتحدث عن المستوطنين الاستعماريين ويقوم به على سبيل المثال في هذه الأيام قطع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل، الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني، ربما خلال هذا الموسم الذي بدأ قبل أيام قليلة هناك أكثر من 10 أشخاص تم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين الاستعماريين، وما يقوم به من عربدة في الشوارع والاعتداء على السيارات وأبناء شعبنا، كل ذلك لابد أن يتم فعلا من خلال عندما نتحدث عن عنوان المقاومة الشعبية نتحدث أيضا عن تشكيل حماية وحراسة للدفاع. سنتحدث عن كل ذلك، لكن فقط نريد أن نوضح العلاقة بين مفهوم المقاومة الشعبية كفعل يمارسه الشعب ومفهوم المقاومة الشعبية ودور الفصائل فيها. على مر التاريخ دوما كانت هذه المقاومة الشعبية بفعل فردي من الشعوب التي تقع تحت الاحتلال، ثم يكون لها قادة يمثلون هؤلاء الناس. ما العلاقة بين الفصائل كفصائل وبين فعل المقاومة الشعبية؟ هل أحدهما يقود الآخر؟ هل أحدهما يعني يدفع الناس ويقنع الناس بفعالية هذا الفعل كمقاومة شعبية؟ أولا دعني أشير إلى مسألة هامة، أن مسؤولية المقاومة الشعبية هي كل أبناء شعبنا الفلسطيني، الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات وكل أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن هذه الأرض الفلسطينية، يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المستوطنين الاستعماريين، أمام جيش الاحتلال. ولا بد أن يكون هناك نجاحات في هذا الأمر، كما نجحنا ونجح أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ورفض كل ما من شأنه أن يكرس هذا الاحتلال من خلال بوابات وغيرها، وقد نجحنا في معركة القدس وأيضا في العديد من المواقع الأخرى. وهناك يعني العالم أجمع يشاهد أبناء شعبنا الذين يقوموا في بالعين ونعلين والمعصرة وكفر قدوم والعديد من والخليل بلد القديمة وفي القدس العاصمة وفي الأغوار وفي معظم البلدان التي تحتاج إلى فعل جدي. ودعني أشير أيضا إلى مسألة هامة، أن المقاومة الشعبية لم تخرج إلى العلن أو إلى الفعل خلال هذه السنوات القليلة. منذ الغزوة الصهيونية إلى أرضنا فلسطين كانت هناك مقاومة شعبية مستمرة في 29 على سبيل المثال، والإضراب الكبير الإضراب والثورة، وفي 36 وأيضا في كل سنوات النضال، وحتى في قبل سنوات عندما قام شعبنا الفلسطيني بانتفاض في يوم الأرض
وقدم الشهداء والانتفاضة الأولى كانت في جلها نعم المقاومة. والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كل هذه ثورات وهذا فعل مقاوم ضد الاحتلال. وأنا بعتقد أن الشعب الفلسطيني لن تكسى إرادته ولن يستسلم ولن يخضع لهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأسرى والمعتقلين، ضد الأماكن الإسلامية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، يحاول شطب حقوق الشعب الفلسطيني، يحاول الاستفادة من الموقف الأمريكي في عملية تمرير ما يمكن أن يشكل تصفية للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالقدس عاصمة دولة فلسطين وحق عودة اللاجئين. وهذا الأمر الذي لن ينجح، لأن الشعب الفلسطيني ما دام صامد على هذه الأرض، ما دام متمسك بمقاومته ومتمسك بحقوقه فلن تكسى إرادته. دكتور واصل، اسمح لي أن نذهب إلى مداخلة مع سيد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومن ثم نتوسع معك في الحديث أكثر. مساء الخير سيد وليد عساف، أهلا بك معنا في ملف اليوم. اختتمتم فعاليات وأعمال المؤتمر الوطني والشعبي والدولي للمقاومة الشعبية، إلى أين تتجه المقاومة الشعبية بعد هذا المؤتمر وتنسيق المواقف؟ المقاومة الشعبية تتجه باتجاه التصعيد ضد الاحتلال، خصوصا أن الاحتلال. سيد وليد إن كنت تسمعني، كنت أسألك عن إلى أين تتجه المقاومة الشعبية بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر. نعم، وتنسيق المواقف. نعم، أقول أن المقاومة الشعبية تتجه باتجاه التصعيد، خصوصا ردا على التصعيد الإسرائيلي الذي يقوم به في مشروع الاستعمار. هناك مشروع إنشاء مزيد من البؤر الاستعمارية، حملة مسعورة من البؤر الاستعمارية التي تنتشر الآن في الأرض الفلسطينية. كل يوم يقام مستعمرة جديدة، بؤرة جديدة على تل من التلال وعلى جبل من الجبال، وهذا ما يحتاج إلى مواجهة ذلك من أبناء شعبنا الفلسطيني. وأعتقد أن المؤتمر الأول لحركة فتح عقد قبل 10 أيام، والمؤتمر الذي عقد انتهى اليوم في المركز الشهيد صلاح خلف، المؤتمر الوطني، ذهبا باتجاه أهمية وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية للتصدي للمشروع الاستعماري والتصدي لإنشاء بؤر جديدة، التصدي لمشروع التهجير القصري. يعني وضعت المؤتمرين وضعت أهدافهما بشكل واضح في التصدي للقضايا الأربعة الأساسية، التحديات التي تواجهنا: تحدي عزل مدينة القدس وتهويدها، تحدي تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات، وتحدي التهجير القصري لمناطق جنين من مناطق جنين، وتحدي إنشاء بؤر استعمارية اللواتي تهدف أكملها إلى تهيئة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال. لذلك هناك جهود كبيرة تتجه نحو توحيد جهود المقاومة الشعبية وجهود فصائل منظمة التحرير في قيادة واحدة تستطيع فعلا أن تصعد من مستوى الأداء الشعبي والأداء في مجال المقاومة الشعبية، ورفض ذلك مع مجموعة أخرى من المحاور، وأهمها تصعيد موضوع المقاطعة محليا والمقاطعة الدولية، تصعيد ترتيب أمور لجان الحماية للدفاع عن المزارعين في مناطق المناطق المحاطة بالمستوطنات والمعرضة كل يوم لاعتداءات من القوى المستوطنة في أكثر من مكان، وكذلك لتفعيل لجان الحماية التي تقوم بالدفاع عن منازلنا والواقع على أطراف القرى والتعرض على الشرائع الرئيسية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين. بالإضافة إلى ذلك هناك جهود تتم على مستوى التضامن الدولي، تصعيد التضامن الدولي، زيادة وتقوية العلاقات مع لجان التضامن الدولي لتكوين ضغط دولي خارجي على دولة الاحتلال، بما يمكن بما يمكننا من تحقيق مشروعنا الوطني، وما يحقق اعتراف دولي أوسع وخاصة في دول أوروبا. طيب سيد وليد، أعذرني على المقاطعة، كيف يمكن يعني تفعيل لجان المقاومة، لأنه اعتداءات المستوطنين خاصة في القرى التي تحيط بها مستعمرات تتعرض بشكل دائم لاعتداءات سواء من عصابات تدفيع الثمن أو من غيرهم من الجماعات المستوطنين، إعطاء بطارات، كتابة شعارات عنصرية، اعتداء على المواطنين، سرقة محاصيل، كيف ستفعلون لجان الحماية؟ نعم، تشكلت لجان الحماية منذ تقريبا 4 سنوات بعد حادث الدواسة،
واستطاعت فعلا أن تمنع تكرار هذا الحد، لكن لم تتمكن حتى الآن بشكل كامل من توفير الحماية الكاملة لأبناء شعبنا من الاعتداءات المستوطنة. لذلك تم وضع ورقة علاج، وتم التباحث داخل لجنة تمثل جميع القوى على ما هي الآليات التي المطلوبة ولكي تتمكن هذه اللجان من متابعة ما يحدث والقيام بالرد في الوقت المناسب على اعتداءات المستوطنين، وذلك بما يشمل تركيب كاميرات على مداخل القرى على المناطق وتركيب حمايات للمنازل البعيدة والقريبة من المستوطنات، وربط هذه الحمايات تشكيل وضع كاميرات أيضا وربطها مع غرف مركزية في القرى وتفعيل اللجان داخل القرى لتتمكن فعلا من الربط المباشر والسريع على اعتداءات المستوطنين. يعني في هناك الكثير من النقاط التي وضعت في ورقة عمل تم إقرارها من لجنة متخصصة كانت بدراسة هذا الموضوع، لكن لا نريد لم نعلن عن هذه القضايا بالكامل، ولكن إن شاء الله سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة. هناك 70 لجنة حماية تم تشكيلها، لكن إذا ما تم تفعيل هذه اللجان 70 التي شكلت خلال الأعوام الماضية، أعتقد أنها تشمل كافة المناطق الساخنة وكافة المناطق التي تتعرض لها. نعم، شكرا جزيلا لك سيد وليد عصاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على هذه المداخلة، ونكمل الحوار معك دكتور واصل أبو يوسف. استمعنا إلى مداخل السيد وليد وبالتحديد فيما يخص تفعيل لجان المقاومة التي كنت تطرقت إليها وقاطعتك لأننا نريد أن نخصص لها وقتا أطول. كما قال السيد وليد جرى إعداد ورقة ولا يريد هو يفضل التريث حتى الكشف عن كل ما له علاقة بهذه البنود. إلى أي مدى يجب أن تصبح هذه المقاومة الشعبية، سواء لجان مقاومة شعبية، مقاطعة، احتكاك على الحواجز ونقاط التماس، إلى أي مدى يجب أن تصبح هذه المقاومة الشعبية بكل صورها ثقافة سائدة؟ أعتقد لابد أن تكون ثقافة سائدة لدى المجتمع جميعا. نحن نتحدث عن جملة من الآليات، عندما نتحدث عن المقاومة الشعبية نتحدث عن آليات واسعة لهذه المقاومة، كما أشرنا فيما يتعلق بلجان الحراسة والحماية التي لابد أن تحمي المدن والقرى والمناطق التماس القريبة إلى الاستيطان والتي تتعرض إلى هجمات المستوطنين الاستعماريين المتطرفين، وبالتالي ربما أقرب مثل إلى ذلك ما جرى في بلدة صغيرة، بلدة قصرة، عندما هجم المستوطنين الاستعماريون وقام أبناء البلدة من خلال لجان الحراسة والحماية باعتقالهم ووضعهم تحت الاعتقال حتى تم تسليمهم الارتباط آنذاك، وبالتالي لم يجري مرة أخرى اقتحام تلك البلدة. لذلك هذه اللجان هامة جدا في سياق التصدي للمستوطنين الاستعماريين الذين يعيثوا فسادا بالنسبة لأبناء شعبنا الفلسطيني. إضافة إلى ذلك عندما نتحدث عن ثقافة نتحدث عن ثقافة في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان حول مسألة مقاطعة بضائع الاحتلال، البضائع جميعا والعلاقة مع الاحتلال. نتحدث عن مقاطعة شاملة للاحتلال على كل الأصعدة، وأيضا نحذر من مغبة أن يكون هناك فعلا كما يجري الآن تطبيع عربي لبعض الدول التي تعطي تطبيع مجاني لهذا الاحتلال وتعطيه أوراق قوة على هذا الصعيد. الاحتلال يصعد من عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وهو يستند إلى جملة من القضايا في مقدمتها الموقف الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وهو يعتقد أن الوقت سانح لذلك. لذلك نحن نعتقد أن في مواجهة الاحتلال لابد أن تكون كل هذه الآليات مفعلة بشكل واضح تماما وبشكل فوري تماما، حتى لا يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن ينجح في عملية إخضاع شعبنا أو تثبيت وقائعه على الأرض. ونحن نستند في نضالنا إلى صمود شعبنا الفلسطيني على الأرض، إلى أيضا مقاومتنا ضد هذا الاحتلال، وأيضا إلى التمسك بحقوقنا وثوابتنا وإلى مئات ألاف من الشهداء والجرحى والأسرى الذين بذلوا في سبيل ثوابت منظمة التحرير الفلسطيني، ثوابت الإجماع الوطني المتمثل بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وأقام الدولة الفلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. لذلك سنمضي قدما بكفاحنا ونضالنا ومقاومتنا حتى الوصول إلى حقوقنا. طيب سيد وصل، دعنا نتحدث بلسان المواطن، المواطن الذي يعني يذهب منذ ساعات الفجر الأولى ليجلب قوت يومه وقوت عائلته ويعود إلى المنزل في ساعة متأخرة ويستمر على هذه الحال 6 أيام في الأسبوع أو 7 أيام حتى في الأسبوع لدى بعضهم، يتساءل يقول كيف تطلب، تريد أن تطلب مني أن أذهب
أترك قوت يومي ورزقي وأن أذهب إلى هذه الفعالية أو تلك الفعالية؟ وهناك الكثير من الأمثلة، بماذا نجيب هذا المواطن؟ يعني أنا أعتقد ليس مطلوب من المواطن أن يشارك بشكل يومي، مطلوب من المواطن أن يشارك كما قلنا في الفعاليات التي يتم الإعلان عنها في بلدته، في قريته، في مدينته، من خلال الفعاليات التي تقام ضد الاستيطان الاستعماري، ضد جيش الاحتلال، ضد الحاجز العسكري الذي يقام في تلك البلدة، ضد هجوم المستوطنين الاستعماريين، وكل ذلك يعني يدرس في إطار النشاط الذي يقوم به المواطن الفلسطيني. هذا حق للشعب الفلسطيني أن يقام الاحتلال، وبالتالي لا يعفى أحد، لا فصائل ولا مؤسسات ولا مجتمع مدني ولا المواطن الفلسطيني الذي لابد أن يقدم هذه الضريبة في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. وبالتالي عندما نتعاطى مع ذلك، نتعاطى على قاعدة أننا ندرك مدى أهمية هذه المقاومة الشعبية ومدى أمكانية الدعم الذي يوفر لها. عندما نشاهد الأجانب الذين يقفوا إلى نضال شعبنا الفلسطيني، وشاهدنا قبل قليل المنتظمين الأجانب، وشاهدنا قبل قليل كيف كانوا في مقدمة الصفوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك تحظى القضية الفلسطينية أيضا بدعم دولي كبير على صعيد أهمية مقاطعة الاحتلال وأهمية النجاحات التي تحقق على صعيد المقاطعة الدولية، سواء المقاطعة الأكاديمية أو الثقافية أو الاقتصادية أو بكل ما له علاقة بهذه المقاطعة. والكنائس الإنجيلية، اليوم في السويد كان هناك نشاط، شركة بوما تم مقاطعتها من قبل 20 دولة لأنها تتعاطى مع الاحتلال، تتعاطى مع الاتحاد الإسرائيلي. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أنه كل ذلك يعني هي لبنات في سبيل الوصول إلى دعائم رئيسية وأساسية في صد ما يتعلق بهذا الاختراق الذي تحاول حكومة الاحتلال أن ترسمه على الأرض. نحن نستطيع القبول بأن ينجح الاحتلال في عملية تثبيت وقع على الأرض، يعتقد أنها ستحود من إقامة دولة فلسطينية ودون وصول الشعب الفلسطيني لحقوقه. لذلك هذه الضريبة التي لا بد أن ندفع ثمنها جميعا في سبيل تحقيق حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. يقول المواطن دائما عندما أرى فلان فليذهب هو أمامي ثم أنا أتبعه لأشارك في هذه الفعاليات، لماذا لا يذهب فلان وأنا أتبعه، لماذا لا يذهب ابن فلان وأنا أتبعه وأشارك في هذه الفعاليات؟ هذا جانب، بالإضافة أن المواطن يطلب أن يتم تعزيز صموده حتى تكون مشاركته فاعلة في هذه المقاومة الشعبية. يعني بماذا نعلق في دقيقتين؟ يعني بعتقد المشاهد الذي يتابع فعاليات المقاومة يدرك أن هناك كم كبير من قيادات شعبنا الفلسطيني تشارك في هذه الفعاليات. نعم. التي تقام في هذه المنطقة أو تلك، وبالتالي لا يعفى أحد من ذلك، لا قيادات ولا أبناء المسؤولين ولا غيرهم. وبالتالي يعني أنا بعتقد أنه يعني لا أريد أن أضرب أمثلة هنا في الاستوديو، ولكن بعتقد الجميع مطلوب منه فعلا توفير أوسع مشاركة. نحن نتحدث عن مشاركة مقتصرة على هذا المسؤول أو ابنه أو ذاك أو هذا المواطن أو ذاك. نحن نتحدث عن عندما ناقشنا في المؤتمر وناقشنا في مؤتمرات سابقة أيضا كيفية توسيع رقعة المشاركة. نعم. لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، فصائل منظمة التحرير الفلسطيني تشارك في كل هذه الفعاليات بشكل أو بآخر. المطلوب أن يكون هناك مشاركة أوسع من ذلك. عندما تعقد هذه المؤتمرات وتضع يعني كيفية تنفيذ استراتيجية جامعة. نعم. لمشاركة أوسع في ذلك، نتحدث عن مشاركة فصائلية، نتحدث عن مشاركة لا علاقة بمؤسسات المجتمع المدني، نتحدث عن أبناء شعبنا الفلسطيني، نتحدث عن كل اللجان العاملة في إطار المقاومة الشعبية، نتحدث عن هيئة المقاومة الجدار. نعم. والاستيطان الاستعماري، نتحدث عن مكونات كبيرة. نعم. وبالتالي هذه الأوراق التي خرجت وهذا التصور الذي خرج في إطار استراتيجية، أنا أعتقد أنها استراتيجية جامعة، نأمل أن تتكلل بالنجاح خلال الفترات القادمة وتحقق إنجازات على الأرض وعلى صعيد المواطن الذي يتوق لسماع. نعم. نجاحات في هذا السياق حول ما يجري على الأرض أمام الحواجز وغيرها، وأيضا في مقاطعة للاحتلال وبضائعه، وفي نجاحات لها علاقة بكيفية التصدي للاختراقات التي تجري سواء على صعيد الإقليم أو على صعيد. نعم. محاولة الاختراق لبعض الدول ودعم حركة المقاطعة الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأنت أيضا منسق القوى والفصائل. شكرا على وجودك معنا في القسم الأول من ملف اليوم. سيداتي وسادتي، بعد تقرير الزميل السيد صبيح نفتح وإياكم ملفنا التالي، وهو اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. لماذا هذا اليوم؟ وما الداعي لاختياره؟ وماذا حدث بالتحديد قبل 90 عاما؟ وماذا تريد المرأة في يومها الوطني؟ ولماذا اختير هذا اليوم بالتحديد؟ كل ذلك بعد تقرير الزميل أسيد صبيح. يصادف اليوم 26 من تشرين أول من كل عام
يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، وذلك بعد اعتماده بقرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 13 برئاسة رئيس الوزراء محمد شتية والمنعقدة بتاريخ 17 من تموز من العام الحالي. وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها على المستوى الوطني. ومنذ عشرات السنوات والمرأة الفلسطينية تلعب دورا مهما ومحوريا في حركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز التحدي والصمود، وعلى الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظل الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف وتهجير وتشريد وقتل. واعتماد هذا التاريخ له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها، حيث عقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 أول من العام 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك. وكانت بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية في العمل السياسي في العام 1929 إثر تصاعد أحداث ثورة البراق وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير، واستشهدت 9 نساء وهدمت البيوت وشردت الأسر وزج بالكثيرين في السجون. لبرنامج ملف اليوم، وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. شكرا للزميل سيد صبيح. سيداتي وسادتي، في هذا القسم الثاني من ملف اليوم ومباشرة نفتح الحوار والنقاش مع ضيفتنا معالي وزيرة شؤون المرأة أمال حمد. مساء الخير، هم بك معنا في ملف اليوم. مساء الخير. معالي الوزيرة، قبل 90 عاما في أحد منازل القدس كان هناك اجتماع بحثت فيه مجموعة من النسوة قضايا وطنية، تطور الأمر فيما بعد ليصبح اندماجا واضحا للحركة النسوية مع الحركة الوطنية ككل. نجم عن ذلك ارتقاء 9 منهن شهيدات، كان هناك أول معتقلة إدارية. فما هي دواعي اختيار اليوم الوطني 26 من تشرين أول لهذا اليوم، وكيف نربطه في هذا الاجتماع في أحد منازل القدس قبل نحو 90 عاما؟ يعني أولا تحية، كل التحية لكل نسائنا الفلسطينيات، ألف قلب على جبين كل امرأة فلسطينية في القدس وفي الشتات وفي الداخل المحتل وفي المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، رسالة حب وتقدير وفاء لهذه المرأة الفلسطينية اللي صمدت في كل هذا التاريخ وهذه التجربة القوية. يعني قبل 90 عاما اجتمعت من أجل مأسسة العمل النسوي الحقيقي. أولا كان العمل النسوي المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الانتداب البريطاني، وبالتالي ارتأت أنه أن تنظم جهودها، أن ترتب أوضاعها، أن تتوجه ضمن رؤية شمولية بشراكة مجتمعية وبشراكة سياسية ووطنية في عملها مع الرجل. لأنه في العام 1839 كانت في مظاهرة في العفولة، في العفولة خرجت النساء مع الرجال في أول مظاهرة ضد الاستيطان. بعد 90 عاما بدأت في عقد هذا المؤتمر في داخل القدس، وبالتالي كان الحديث بشكل جدي على أثر ثورة البراق وما جرى من ثورة البراق من استشهاد ما يزيد على 200 شخص وإعدام 3 أخوة، محمد جمجوم وفؤاد الحجازي وعطا زير. كانت 9 نسوة تم استشهادهم في هذه المعركة. قررت النساء ألا يتم عملها بشكل عفوائي، ألا يتم بدافع فقط دافع الذاتي ودافع الوطني، قررت أن تمأسس العمل النسوي الوطني السياسي، وبالتالي اجتمعت في منزل في داخل القدس له أكثر من مدلول. المدلول الأول المعركة الآن على القدس كانت وما زالت وستبقى معركتنا على القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. المدلول الثاني أنه النساء نظمت صفوفها وجاءت من كافة أرجاء فلسطين، يعني ما جاتش النساء فقط من القدس، أجت من حيفا ومن يافا ومن صفد ومن نابلس ومن كل فلسطين. والدليل هذا مدلوله في سياقه العام، سياقه العام أنه فلسطين هي فلسطين للشعب الفلسطيني أينما تواجد، الفلسطيني فلسطيني في أرض فلسطين، والفلسطينية لها انتماء ولهويتها الوطنية ورسالتها الاجتماعية.
المدلول الثالث هي بدأت تتحدث في سياقين، سياق النضال الوطني السياسي وسياق النضال الديمقراطي الاجتماعي. نعم. وبالتالي منذ ما يزيد على 90 عاما بدأت أن تزاوج ما بين دورها الوطني النضالي ودورها السياسي الاجتماعي. ومن ثم خرجت النساء، خرجت في 80 سيارة، 80 سيارة جابت القدس ووقفت أمام السفارات والقنصليات وقدمت مذكرات، ذهبت إلى منزل المندوب السامي وقدمت له مذكرة، رفضت فيها مجموعة، أولا وعد بالفور المشؤوم رفضته تماما، اللي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. ثانيا طالبت بحق تقرير المصير، حق تقرير المصير في التخلص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. ثالثا بدأت تتحدث عن، انتخبت لجنة تنفيذية المشتركة في المؤتمر الأول العربي الفلسطيني اللي عقد في القاهرة. وبالتالي الحياة الانتخابية اليوم تتحدث عنها واللي في توجه حقيقي لإجراء انتخابات ديمقراطية. النساء قبل 90 عاما انتخبت قيادتها، انتخبت لجنتها التنفيذية لكي تشارك في المؤتمر العربي النسوي الفلسطيني الأول في القاهرة. وبالتالي مفهوم الحياة الديمقراطية كمان، لأنه نتحدث عن الديمقراطية كمفهوم، الانتخابات جزء من الحياة الديمقراطية، مأسسته النساء في قبل 90 عاما. أخذت قرار بتأسيس مجموعة من الاتحادات النسوية، مجموعة من المؤسسات النسوية. نعم. وبالتالي بعد هذا بدأ الحديث عن مأسسة. طيب معالي الوزيرة، من بين المطالب التي خرجت من هذا الاجتماع الذي يعني لست متأكدا إن كان سبق المسيرة أو بعد المسيرة، على أي حال من بين هذه المطالب إلى جانب رفض وعد بالفور وقف الهجرة اليهودية، وأيضا طالبت النسوة ب ضرورة أن يخرج وأن يتم إنهاء مهام المندوب البريطاني، وذلك بسبب تحيزه وتصهينه. طيب ما الربط بين 90 عام ويومنا هذا؟ دولة رئيس الوزراء محمد الشتية ومجلس الوزراء أقروا هذا اليوم يوما وطنيا ارتباطا بهذا الاجتماع الذي تم قبل 90 عام. اليوم أين هي المرأة الفلسطينية في يومها الوطني؟ يعني أولا كان الهدف منه كمان مجموعة من القضايا والثوابت. أولا هو قراءة للتاريخ وإعادة تسليط الضوء على تضحيات المرأة الفلسطينية وأدوارها التكاملية مع الرجل والشراكة الحقيقية بينها وبين الرجل. ثانيا قراءة للواقع اللي احنا بنعيشه، ومعركتنا وتحدينا ما زال قائم مع الاحتلال، وما زال نضالنا الوطني ونضالنا السياسي، وما زلنا نتحدث عن النضال الديمقراطي الاجتماعي. ثالثا هو استشراف للمستقبل. بالتالي احنا بنرسي رسالة بشكل واضح، رسالة ان الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية بعملها وعمل نضالي تراكمي، مش ممكن نبدأ دائما من نقطة الصفر. مطلوب ان نراكم على حجم الانجازات، على حجم التحدي، على كل الادوار اللي بتقومها النساء وبقومها كل شرائح المجتمع الفلسطيني. وبالتالي كان قرار مجلس الوزراء قرار واضح محدد انه 26/10 هو بدايه النضال الوطني الفلسطيني المنظم للمرأة الفلسطينيه، لانه كان قبل ذلك في نضال فلسطيني، لكن انا بحكي عن المأسسه والتنظيم والترتيب وتوحيد الخطاب. وبالتالي بعد 90 عاما الان كانه احنا بنقول للعالم بشكل واضح رسالتنا ما زالت قائمه، معركتنا وتحدينا مع الاحتلال ما زال قائم، رفض وعد بالفور ما زال نتحدث عنه واحنا نرفض جمله وتفصيلا، القدس ستبقى هي العاصمه الأبدية دولة فلسطين. ثالثا حق تقرير المصير هو حق مكفول للشعب الفلسطيني كافة كل الشرائع والاتفاقيات الدولية. رابعا النضال الاجتماعي الديمقراطي اللي احنا بنناضل فيه ضمن تشريعات وقوانين وسياسات تضمن للنساء عدالة اجتماعية ومساواة، تضمن أدوار متكاملة في شراكتها. وبالتالي الحكومة الفلسطينية أدركت دور فاعل للنساء، أهمية قيمة النساء في العملية النضالية، في العملية السياسية، في دورها الوطني السياسي. يعني احنا النساء مش عابرات طريق ولا بنعيش بمعزل عن المجتمع الفلسطيني، احنا جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني. والرسالة الأخرى أنه إحنا بنقول قضيتنا مش قضية نسوية فقط، هي قضية مجتمعية بتهم كل شرائح المجتمع. وبالتالي لما بتبذ القرار من مجلس الوزراء بدلل على أنه اهتمام الحكومة ورعاية الحكومة ل50% من طاقات المجتمع، إدراك الحكومة بأهمية قضية المرأة باعتبارها قضية مجتمعية، إدراك الحكومة بالدور الوطني والدور السياسي وأهمية الشراكة اللي نتحدث عنها في كل المحطات وفي كل الأدوار اللي إحنا بنعيشها. وبالتالي الحكومة أدركت، السيد الرئيس أعطى توجيهاته وتعليماته، وبالتالي من أعلى القيادة الفلسطينية من عند السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء وكافة الوزراء والشركاء الحكوميين والشركاء الاجتماعيين الآن بيشتغلوا في إطار مع تعزيز دور ومكانة المرأة وحماية حقوق النساء على أرضية أنه هي لها حقوق كاملة،
لها حقوق وعليها واجبات، أن تكفل لها حقوق المواطنة في ظل مجتمع بتمتع بالديمقراطية والتعددية السياسية والتعددية الاجتماعية والتعددية الفكرية. طيب. إحنا يمكن مجتمع فريد من نوعه، بنختلف عن كثير من المجتمعات. الديمقراطية الموجودة في مجتمعنا هي ديمقراطية وفيها تعددية واسعة على كل شرائح المجتمع، وبنقول للنساء لما بنرفع صوتنا، لما بنكون شركات، بنكون على أرضية المواطنة الكاملة المفترض أن نتمتع فيها في وطن حر من أجل الإنسان حر. قبل أن نتحدث عن المحورين الذي تناضل المرأة الفلسطينية من أجلهما حقوقيا ووطنيا، هل من تعارض بين يوم المرأة العالمي برأيك معالي الوزيرة وما بين اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية؟ يعني أولا اليوم المرأة العالمي جاء نتيجة لانتصار لحقوق نساء تم حرقهم في أحد مصانع النسيج في الولايات المتحدة، وأقرت الجمعية العامة باعتباره يوم عالمي لكل نساء العالم. لكن دائما في كل دولة في العالم في خصوصية، في أولويات وطنية داخلية، وبالتالي هذا لا يتعارض مع حد. ذاك جاء من أجل انتصار للحقوق وهو يوم عالمي على مستوى العالم، وهذا جاء نتيجة للحالة الوطنية الفلسطينية اللي موجودة في العديد من دول العالم. اليوم لو تحدثنا عن دول عربية نموذج، مثلا عندنا في تونس، في الجزائر، في المغرب، في الإمارات، في البحرين، في لبنان، في يعني استراليا، في جنوب أفريقيا، كثير من دول، في مصر، كثير من دول العالم الآن فكرت في العودة إلى هويتها الوطنية وإلى رسالتها الداخلية، بالعودة إلى تكريس المفاهيم اللي بتحمي مجتمعها وبتحدد أولوياتها. وإحنا أسوة بكل دول العالم، لأن المرأة الفلسطينية نموذج فريد قياسا بكل النماذج العربية والعالمية الموجودة، فريد في تحدي، فريد في رسالته، فريد في مقاومة الاحتلال، فريد في مطالبنا النسوية ومطالبنا الحقوقية. وبالتالي لا، العودة إلى الداخل الفلسطيني، إلى أولوياتنا، إلى بعدنا الوطني والسياسي، بدلل على أنه فيه اهتمام ورعاية. القضية الأخرى، في عودة واضحة الآن كيف إحنا نشتغل مع أجيالنا القادمة، كيف نعبي أجيالنا القادمة، كيف نربيهم التربية السليمة تجاه التربية الوطنية والتربية الاجتماعية، إعادة تموضع الوعي الاجتماعي والوعي الثقافي والوعي الوطني في ذهنية وعقلية أبنائنا. وإحنا بدأنا نشتغل بشكل واضح مع المدارس، مع وزارة التربية والتعليم، مشكور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والجامعات، بأنه أصبح هذا اليوم هو يوم يعني انتصار فيه للحقوق، انتصار فيه للحريات، انتصار للشراكة الوطنية والسياسية، تعزيز لمكانة المرأة ودورها. وبالتالي أعدنا للذهنية الفلسطينية، لذهنية الطفل. لما الطفل بيرسم مجموعة من الرسومات تتجاوز 500 رسمة كلها بتتحدث أنه المرأة الفلسطينية في عيون أبنائنا، لما بفكر أنه كيف بدي يشوف أمه أو يشوف زميلته أو يشوف أخته أو يشوف يعني قدوته في المجتمع، هذا خلى أطفالنا وأبنائنا وأسرنا تعيد دراسة تاريخنا وتعيد مأزق التاريخ وترجع للماضي وتقيس وتستشرف المستقبل. جامعاتنا الآن في عديد من الدراسات والأبحاث، واللي بيعمل دراسات والأبحاث كان بيدرس هذا التاريخ من كل نواحي وزواياه، وبحط خطط مستقبلية كيف نواجه التحديات اللي احنا بنقيس فيها. بالتالي في عمل تراكمي وعمل تكاملي مع مؤسسات المجتمع المدني. حتى في خطب الجمعة، في خطب الجمعة بالأمس كان في قضية المرأة كانت حاضرة في خطب الجمعة. لما تمكننا نسلط الضوء من خلال خطب الجمعة، من خلال المدارس، من خلال الجامعات، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال كل الوزارات الحكومية، اليوم أصبحت ثورة حقيقية تجاه شراكة جدية، تجاه أدوار فاعلة للمرأة. وفي إدراك، أصبحت المرأة الآن بتخاطب الذهنية والعقلية لكل شرائح المجتمع. بدل ما كانت في السابق منخاطب بس كأنه قضية المرأة هي تخاطب ذهنية المرأة وعقلية المرأة، لا، أصبح اليوم الرجال بفكروا في أدوارهم. أنا بقول لك شغلة، لما أنا عندي كل وزراء في الحكومة بسجلوا رسالة واضحة بخمسين ثانية، كل يتحدث عن دور ورؤيته تجاه قضية المرأة في التخصص اللي هو بيشتغل فيه. يعني الزراعة بيحكي عن الزراعة، والصحة بيحكي عن الصحة، والتربية بيحكي عن التربية. هذا بدلل أنه بدأنا نفكر حتى في إطار الحكومة كيف نمكن النساء في داخل وزاراتنا ومؤسساتنا، كيف نحط برامج وسياسات وخطط نحمي فيها النساء ونرتقي بوضعية ومكانة النساء. لما في الجامع بيبدأ يتحدث في داخل الجامعة عن دور المرأة وعن شراكتها وعن فاعليتها، عن أنه عن تاريخها وحضورها حتى في الإسلام. أي امرأة تشاهدنا ستقول طيب هذا الكلام جميل، لكن نريد قوانين
حتى تكون هذه القوانين واضحة وحتى تكون المرأة محمية. سيد الرئيس محمود عباس كان قد وقع على اتفاقية سيدا والتي تشدد على ضرورة القضاء على تمييز ضد المرأة، وهناك كثير من القرارات التي اتخذها السيد الرئيس محمود عباس في صالح المرأة، وأيضا هناك كثير من القرارات الحكومية سواء من حكومة دكتور شتية وباقي الحكومات السابقة. حقوقيا وقانونيا هل المرأة منصفة برأيك وما المطلوب؟ لا لا، أنا نتحدث بصراحة عشان نكون واضحين مع حالنا. نعم. إحنا لما بكون في عنا لغاية اليوم قانون أحوال شخصية طبق في المحافظات الشمالية، قانون أحوال شخصية لسنة 76 قانون أردني، وفي المحافظات الجنوبية قانون أحوال شخصية سنة 54 قانون مصري. هذا بدلل واضح إنه ما عنديش قانون أحوال شخصية فلسطيني، أنا بتحدث عن قانون قبل 40 أو 50 عام. طب وين المجتمع الفلسطيني في التحولات والتغيرات اللي صارت، في التطور اللي صار، في تحديد احتياجاته، في انسجامنا مع احتياج مجتمعنا الفلسطيني؟ لا، في فجوة واسعة. لما بحكي عن قانون العقوبات نفس الشيء، أنا عندي قانون 60 في المحافظات الشمالية وقانون 36 البريطاني في المحافظات الجنوبية، بدي قانون عقوبات ينصف المرأة وينصف الرجل، مش بس ينصف المرأة. وأنا لما بحكي عن قانون الأحوال الشخصية بحكيش بدي أنصف النساء، لا، أنا بدي أنصف النساء وبدي أنصف الرجال، لأن أنا بنصف الأسرة، الأسرة هي الرجل وهي المرأة وهي الطفل وهي الطفلة، بالتالي في عندي فجوات جدية، بس عندي مجموعة من المعيقات عشان كمان نكون واضحين. أولا، إحنا ما عندناش مجلس تشريعي، مجلس تشريعي معطل منذ ما يزيد عن 12 عاما. ثانيا، يعني أقول لك شغلة، أنت بتقدر تأخذ مرسوم قرار بمرسوم لنص مادة، بس أحيانا في عندي قوانين سيادية، القوانين السيادية بدها مجلس تشريعي عشان يقرأ. قانون العقوبات في إطار القانون السيادي بده مجلس تشريعي إن شاء الله بصير انتخابات، وإحنا مع الانتخابات إن شاء الله، لأنه الانتخابات بتخدمنا إحنا كنساء، وعلى الأقل بصير في مجلس تشريعي نحمله مسؤولية تشريع هاي القوانين وقرار هذه القوانين. ساعتها بنبطل نتوجه للسيد الرئيس ونقول له لا، بدنا قرار بقانون، نتوجه للمجلس التشريعي وبنضغط عليه من أجل إقرار القوانين. لكن أنا دعني أستثمر هذا المنبر، وأنا كمان بتوجه برسالة بصوت النساء، مش بصوتي أنا أمل حمد، بصوتي كوزيرة وكفرد في المجتمع وناشطة مجتمعية في قضايا النساء. أنا فعلا إحنا وقعنا على سيداو، وكان مفترض أنه سيداو يتم نشرها في جريدة رسمية. إضافة لذلك، إحنا شكلنا لجنة موائمة التشريعات، المفترض أنه لما نشكل لجنة موائمة التشريعات على أرضية أن تنسجم كل التشريعات والقوانين مع اتفاقية سيداو اللي إحنا وقعنا حالنا عليها، وبالتالي في مسؤولية، في مسؤولية وطنية بتحملها، بتحملها الحكومة الفلسطينية، بتحملها كل أذرع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إقرار القوانين ومن أجل إنصاف النساء. في فجوات واسعة، في عندها قانون حماية الأسرة اللي إحنا اشتغلنا عليه 8 سنوات واللي لغاية اليوم لم يقر. يعني إذا أنا بتحدث عن فجوة، في عنف بتزايد في المجتمع الفلسطيني، مش في المجتمع الفلسطيني، أنا بدي أقول المتبع اللي بيصير في المجتمعات العربية والعالمية بيقرأ رسالة واضحة، بعرفش نتيجة التطور العلمي، نتيجة للفضاء المفتوح، نتيجة للرقمي، بقول إنه في نسبة عنف عم بتزيد في مجتمعاتنا. هاي نسبة العنف بدها قوانين ناظمة وبدها قوانين تحميها. لكن كمان عندي قناعة، دائما إقرار القانون في عملية تكاملية بدها تصير، في دور مجتمعي مطلوب، في دور حكومي مطلوب، وفي دور من القيادة السياسية أن تقر هذا القانون. طيب معالي الوزيرة، فقط لضيق الوقت، هذا كان لابد أن نتطرق إلى المسألة الحقوقية حتى لا تلومنا النساء، مش حتى لا تلومنا، هذا حق طبيعي للنساء. طيب. وهذا أحد الحقوق الأساسية. وأنا لما قلت نضال ديمقراطي اجتماعي أقصد فيه. طيب. الحقوق والتشريع. معالي الوزيرة، في دقيقتين من الوقت المتبقي، واحدة من أهداف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية هو دمج هذه المرأة وتفعيل دورها على الصعد الوطنية. نعلم بأنه المرأة الفلسطينية ليست محتاجة لأن يدمجها أحد، هي صاحبة المنزل الذي دمر، أم الشهيد، زوجة الشهيد، أخت الشهيد، وهي الشهيدة نفسها وأيضا الأسيرة، هي ليست لحاجة لأن يدمجها أحد، لكن كيف نفعل من دورها أكثر وأكثر وفي إطار مؤسسي وفي إطار فاعل أكثر؟ يعني عشان نقول إحنا بنحكيش عن دمجها وطنيا، هي جزء من المعركة الوطنية، ولم تتخلى لا في لحظة من اللحظات عن دورها الوطني، ولكن تعزيزها. لكن أنا لما بحكيش بس عن دور وطني، لما في دور اجتماعي بحكي عنه، بحكي عن تمكين النساء. أنا إذا بدي أتحدث كمان بتحدث عن تمكين اقتصادي، بدي أتحدث عن تمكين سياسي، وبدي أتحدث عن تمكين اجتماعي. يعني أنا عندي دولة رئيس الوزراء تحدث عن جملة واضحة، قال التمكين الاقتصادي هو بوابة حقيقية للتمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الحقوقي، هذا كله مترابط. وبالتالي أنا بتحدث عن تمكين وبتحدث عن دمجها. لما أنا بتحدث عن خريجات
فتيات الجامعات، وأنا بدي أقول بشكل واضح 60% من خريجين الجامعات من الفتيات. ولما بتحدث عن سوق العمل وبقول في سوق العمل في القطاع الخاص، أنا اللي بشتغل في سوق العمل 19.2%، تصور شوف التناقض، 60% خريجات الجامعات الخريجين من الجامعات فتيات، وفي سوق العمل في القطاع الخاص بالضبط بصلوا 19.2%. هلا في القطاع العام بيختلف، بصلوا بين 45 إلى 48%. إذا عندي المشكلة مش في القطاع العام، عندي المشكلة في القطاع الخاص. في القطاع الخاص هون بنسأل حالنا سؤال كمان، وين الفجوات وشو أسبابها؟ أنا بدي أقول جملة سمعتها من أحد رجال الأعمال. أحد رجال الأعمال بتناقش أنا وياه في هذه الزاوية، وبقول له 19.2% هذا ظلم وإجحاف، في حين عندنا متفوقات ومتميزات، هن الأوائل في الجامعات، هن الأوائل في الثانوية العامة. ولما بروح أنا عندي كل 100 طالب في إقبالهم 155 طالبة في داخل الجامعات، في الكليات العلمية الأكاديمية المتميزة، الطب والهندسة والصيدلة اللي في السابق ما كناش ندخلها، اليوم نسبتنا 70%. لا بقول لي منتوعكم قانون العمل، بقول له ليش؟ قال لي لما أعطيته للنساء حقوق زيادة في قانون العمل، هذا خلى أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال بيتهربوا من تعيين وتوظيف النساء على أرضية إنه هي تأخذ بكرة إجازة ولادة، وبدها تأخذ إجازة إجازة أمومة، وبدها تأخذ ساعة رضاعة، وبالتالي هذه الحقوق خلت رأس صاحب رأس المال إنه ما يعيش النساء. شوف الظلم بس وين. طيب معالي الوزيرة، فقط لضيق الوقت أعذريني، أنا أعتذر عن المقاطعة، في دقيقة سيسمح لنا بها المخرج، لديكم دراسة موثقة هي الأولى من نوعها بهذه الطريقة تتحدث عن تاريخ نضالات المرأة، في دقيقة ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الدراسة التي قمتم بالإشراف عليها وإعدادها؟ يعني إحنا هي دراسة بدأت من 1930 وامتدت لغاية اليوم، وإحنا درسنا بواقعية ومصداقية ومسؤولية عالية جدا، لنوثق أولا التجربة ولنعطي الناس حقوقها في هذا التاريخ اللي غاب، لأنه من 1903 أنت بتحكي لعند يمكن 1948 كان في عنا جاب واسع، اليوم إحنا حطينا إيدينا على الوجع والمفاصل وشفنا أدوار النساء كيف تكاملت بين الوطني والسياسي، كيف تكاملت مع الاجتماعي الديمقراطي الحقوقي، وبالتالي هذه الرؤية الشمولية الآن هي بتكون أساس لدراسات أخرى نبني عليها في أدوار ونشوف وين الفجوات اللي عندنا، هل الفجوات وطنية ولا هل الفجوات سياسية ولا الفجوات حقوقية. وأنا بدي أقول لك في أغلب الأوقات المرأة قدمت واجب الوطني، قدمت الدور السياسي، لكن انتقصها دورها الاجتماعي ودورها الحقوقي. هون الفجوة اللي مطلوب نغطيها بالشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني ومع الحكومة ومع كل صناع القرار. كل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير على مختلف الصعد اقتصاديا واجتماعيا، كل عام وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال وأسرانا بألف خير، كل عام وعوائل شهدائنا وشهيداتنا بألف خير، كل عام وجرحانا وجريحاتنا بألف خير. شكرا جزيلا لك معالي وزيرة شؤون المرأة أمال حمد على وجودك معنا. سيدتي وسادتي، كان هذا كل ما سمح الوقت بتناوله، نعتذر عن ضيق الوقت دوما، أطيب المنى وإلى اللقاء. Thank you.